على بركته نستعين. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، التحية تتواصل من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، وفي هذه الانطلاقات المثيرة في انطلاقات سن الكبار، ويحلو الرقص مع الكبار من مسافة 8 كيلومترات التي تنطلق به هذه الأسماء القوية والشعارات المثيرة التي أتت من كل حدب وصوب للمشاركة في هذا الكرنفال الشعبي الكبير. إذن شوطنا 11 ينطلق بحفظنا من الله وتوفيقه، حمل في طياته وكشوفاته قعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين الذين أتونا بهذه الشعارات. نتقدم مباشرة ونسير مع المركز الأول ومع الصدارة والمقدمة. من يأتي بالمركز الأول في هذا المسار الجميل؟ صبر الذي يتقدم بشعار راشد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين، يتقدم في هذه اللحظات لياتي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز مع انطلاقة وتحديات ظبيان بيشان بن فهيد بن بيشان العجمي يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث مياس أحمد بن عبيد بالعرطي الحميري بالمركز الثالث. رابع المراكز مع حملول أحمد بن جنون بن سعيد الفلاسي يتقدم على رابع المراكز في هذه اللحظات، بينما خامس المراكز فهو القاضي بخيت بن سالم بن خزينة المري يتقدم بالمركز الخامس في هذه اللحظات. سادس المراكز ظبيان محمد بن سالم بن خليفة الكتبي على المركز السادس، بينما المركز السابع مع شاهين حمد بن سيف باللاحق الهاجري انطلق في هذه اللحظات. وثامن المراكز مكلف شمسان بن ناصر بن جبر النعيمي يتقدم على ثامن المراكز، وتاسعا يتقدم جبر أحمد بن جابر بن علي أحمد بن جابر بن عبد الله الحربي الذي يتقدم في هذه اللحظات الجميلة. يتقدم في هذه اللحظات الجميلة على تاسع المراكز جبر محمد بن أحمد بن يابر الذي يأتينا في هذه اللحظات بهذا الشعار المميز. نقلتنا إلى المركز العاشر مع مبعد مطر بن محير بن محمد الكتبي، أتى بالمركز العاشر في هذه اللحظات الجميلة ليتقدم بهذا الشعار المثير ويأتي بالمركز العاشر. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى المركز الأول في هذا المسار الجميل. كما تشاهدون هذه اللقطات المثيرة التي تأتيكم عبر شاشة قناة ياس الرياضية وعبر القنوات المتابعة لهذا الحدث الرياضي الكبير وختام الختاميات. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا المسار في هذا التحدي الجميل. ومع صبر، صبر يا صبر، يتقدم هذه الأسماء القوية، يأتي بشعار راشد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين، يتقدم هذا الشعار، يتقدم هذا الاسم الكبير مع انطلاقة صبر، بينما المركز الثاني ظبيان بيشان بن فهيد بن بيشان العجمي يأتينا بالمركز الثاني في هذه الرحلة الطويلة التي تستمر للثمانية كيلومترات، بينما المركز الرابع رابع المراكز فيتقدم مياس أحمد بن عبيد بالعرطي الحميري على ثالث المراكز، ورابعا هملول أحمد بن قنون بن سعيد الفلاسي يتقدم
يتقدم على رابع المراكز في هذه اللحظات المثيرة، ويأتينا بالمركز الرابع في هذا المسار الجميل مع تحديات هذا التحديات الجميلة عبر هذه الانطلاقة المثيرة. ولكن المركز الخامس، خامس المراكز، يأتينا من الجانب الآخر ويتقدم هناك القاضي، يتقدم القاضي بخيت بن سالم بن خزينة المري، يتقدم على المركز الخامس وسادسا هناك الوصول مع مبعد، يا مبعد مطر بن محير بن محمد الكتبي يأتي بالمركز السادس في هذه اللحظات الجميلة، يأتي بالمركز السادس وسابع المراكز هناك مع انطلاقة ظبيان محمد بن سالم بن خليفة الكتبي في هذه اللحظات المثيرة. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا المسار، يتقدم بهذا الشعار، يتقدم بهذا التحدي، صبر يا صبر يا صبر، اصبر يا صبر واصمد مع هذه اللحظات المثيرة. راشد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين، راح هذا الشعار، هذا الشعار حبيب الملايين، يتقدم بشعار الخيارين مع صبر راشد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين، يتقدم بالمركز الأول. ولكن وصل الواصلين، تحركوا في هذه اللحظات، وتحرك ظبيان على المركز الثاني، بيشان بن فهيد بن بيشان العجمي على ثاني المراكز، وثالثا يتقدم هناك مياس احمد بن عبيد بالعطي الحميري على المركز الثالث في هذه اللحظات، ورابع المراكز ياتي القاضي مع بخيت بن سالم بن خزينة المري. الله، وصل شعار راعي سوقه، تقدم في هذه اللحظات مع شاهين محمد بن مظفر العامري، يتقدم هنا في هذه اللحظات ليقدم قدم لنا هذا الشعار المثير مع انطلاقته وتحديات شاهين. بينما المركز الخامس فهناك المبعد مطر بن محير بن محمد بن خميس الكتبي يأتي بالمركز الخامس في هذه اللحظات، ومع بداية المنعطف الأخير مع جسر العبور في هذه اللحظات. ولكن العودة إلى صبر، إلى صبر بشعار الخيارين، يتقدم راشد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين مع هذه الأسماء القوية التي تأتي في مسار هذا الشوط. ولكن صبر، صبر من كان هو يتقدم في هذا التحدي المثير ليأتي بهذا الشعار. المركز الثاني، ثاني المراكز، ظبيان بيشان بن فهيد بن بيشان العجمي، الله 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 الله، يتقدم في هذه اللحظات على ثاني المراكز. وثالثا هناك شاهين محمد بن مظفر بن خموش العامري يأتي بالمركز الثالث في هذا التحدي المثير، ورابع المراكز مع انطلاقة مياز أحمد بن عبيد بالعرط الحميري على المركز الرابع في هذا التحدي الجميل. وخامسا وصل في هذه اللحظات جبر محمد بن أحمد بن يابر الذي يأتي في هذه اللحظات على المركز الخامس، يتقدم في هذا المسار الجميل مع هذا التحدي المثير. والقاضي يأتي أيضا بخيت بن سالم بن خزينة المري. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى معركة الأبطال، العودة إلى هذا البطل المتقدم في مسار هذا الشوط. ومع صبر، صبر يا صبر، هناك انطلق بالمركز الأول، انطلق بهذا التحدي مع راشد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين، الخيارين الخيارين، هنا متقدما متصدرا منذ البداية حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظات، يأتي بالمركز الأول، يأتي بالتحدي الأول،
يأتي بالمسار الأول في هذا المسار الجميل. الله يا الخيارين. ولكن المركز الثاني ثاني المراكز ظبيان بيشان بن فهيد بن بيشان العجمي، وثالثا شاهين محمد بن مظفر العامري. الله الله الله، ثلاثية مميزة. بينما المركز الرابع وصل جبر، وصل محمد بن أحمد بن يابر الواصل في هذه اللحظات الجميلة. يتقدم بن يابر، يتقدم بن يابر، ولكن العودة إلى معركة الأبطال. وصلوا الواصلون مع مبعد مطر بن محير بن محمد الكتبي الواصل في هذه اللحظات. المتقدم في هذا المسار الجميل. ولكن العودة إلى المركز الأول صبر. وإلى شاهين من تجاوز في هذه اللحظات بشعار العملاق العيناوي، بشعار راعي سوقه، بشعار البطولات والإنجازات. يتقدم هناك بالمركز الأول شاهين محمد بن مظفر العامري. ولكن المركز الثاني وصل مبعد في هذه اللحظات مطر بن محير بن محمد الكتبي القادم في هذه اللحظات الجميلة. المتقدم في هذا المسار ولكن شاهين طار وانطلق بالمركز الأول. انطلق بالصدارة مع شعار راعي سوقه إلى المسعودي، إلى العين، إلى مدينة الخضرة والجمال. هناك ويعلن هذا الخبر المميز مع انطلاقة شاهين وإنجازاته سبع سيارات. ونعلن اعتزال عن ميادين سباقات الهجن رصيده سبع سيارات. ورمز وابو شاهين المحيري تهانينا، والناموس المالك شاهين محمد بن مظفر العامري ويعتزل إلى الإنتاج تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. بينما وصل بالمركز الثاني هناك مصيح مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري. وثالث المراكز من وصلنا هناك مع التحدي الأخير ومع انطلاقة هذا المسار شاهين أحمد بن غانم بن علي المنصوري. ورابع المراكز وصل هناك المتقدم ضبيان بيشان بن فهيد بن بيشان العجمي. وخامس المراكز هناك مبعد مطر بن محير بن محمد الكتبي الواصل بخامس المراكز. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شاهدنا التحدي وشاهدنا شاهين من أعلن اعتزاله عن ميادين سباقات الهجن وفي رصيده سبع سيارات. ورمز أيضا رصيده حافل بالإنجازات والإنجازات والبطولات. وأبو شاهين المهيري سلالة قنية عن التعريف، 13 دقيقة 27 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى العملاق العيناوي والسلام العين سلام. المركز الثاني وصل هناك مصيح مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري الواصل بالمركز الثاني، 13 دقيقة 29 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث فوصل شاهين أحمد بن غانم بن علي المنصوري من وصل بثالث المراكز وتقدم في هذه اللحظات توقيت مقدار 13 دقيقة 36 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل دائما أجمعين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، نحييكم بأجمل وأطول